هوية بريس. أول شيء هذه كلها ناقوس خطر، يعني لا لم يبنى على أي معلومات. نسبة الطلاق مثلا في المغرب نسبة لا تتجاوز 2%، 2% فقط، بمعنى الأسرة المغربية من الأسر المستقرة. ولكن الناس بسبب أميتهم في قراءة الأرقام ودراسة الحالات عن عمق، مثلا قالوا 30 ألف سجلت، لكن عندنا 2.5 سنين المحاكم مقفلة والملفات متراكمة، بمعنى هذه تراكمات 3 سنوات. 3 سنوات تم الشغل عليها في وقت وجيز طلعت 30 ألف. لا نقول 30 ألف تعني أن رقم كبير، 30 ألف قد يكون رقم ولا شيء. النسبة المئوية لها طريقة في دراستها وفي استنباطها. ولذلك انتبهوا، نسبة الطلاق في المغرب وفي البلدان العربية نسبة جدا جدا صغيرة جدا. المغرب يدور حول 2% فقط نسبة الطلاق، الأسرة المغربية مستقرة جدا. انتبهوا.